ايه ده الله بنفسك، ايه ده حبيبه قلب خاله بنفسها جايبه الشاي، دي هتبقى احلى كوبايه شاي في الدنيا. ما تضحكش عليا يا خالو، فين الشوكولاته بتاعتي؟ وما فيش حاجه بتعمليها ببلاش ابدا كده. هردا. ها يا ستي، اها اتفضلي يا ستي. ايه ده، دي ايه اللي جابها هنا يا شاكر؟ دي ضاعت مني امبارح وانا مش فاهم حاجه. انت بتراقبني؟ اهدى يحيى، انا هفهمك على كل حاجه من غير زعل. خد مفاتيحك، انا خايف عليك وعايز اطمن عليك، كل ما بسألك انت رايح فين ولا بتعمل ايه بتخبي عليا، وفي الاخر بلاقيك في خطر. كان لازم اعمل كده، وفي الاخر اللي حسبته لقيته. انت شايفني عيل صغير بقى؟ مش مسألة عيل صغير يا اخي. قدر. معلش بقى، جايه من غير ميعاد، اصل انا حاولت اوصل لحضرتك بس ما عرفتش. حبيبة قلب خاله تاكل الشوكولاتة بتاعتها جوه عشان الدنيا هنا برد. اوكي. خير يا فندم. كنت عايزة اعرف ايه المعلومات المهمة اللي عندك واللي هددت بيها بابا في قضية غسيل الاموال في مقابل اني ما غيرش شهادتي على استاذ يحيى. الله، ده انا فايتني حاجات كتير بقى. انا مش محتاج حد يدافع عني. والله لو حضرتك عندك أمانة وضمير هتقولي الصراحة. عموما نتقابل بكرة في النيابة. بعد إذنكم. ها، قلت إيه؟ أنا ماليش كلام مع حضرتك. أكيد حضرتك متعرفش حاجة. شرفت يا فندم. زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك في كل مكان عشان تتنازل عن المحضر. ماله؟ ما تنزل لهم عن القرنية كمان. صحيح، ما قلتليش ناوي تعمل ايه بال 2 مليون جنيه؟ 2 مليون جنيه بتوعي. انت ما تعرفش ان اختك لقوا في حسابها 2 مليون جنيه؟ محدش قال لك ولا؟ لا محدش قال لي. ده امتى وازاي؟ تعال هنا مش وقت عفرطه. لما نزف سياده المستشار الاول نتعفرط براحتك، وكده كده الفلوس لسه محجوز عليها. بقول لك يا حاج سمير، عايز اسالك على حاجه والنبي. ها اسال. مين الراجل ده؟ يعني انا شغال هنا بقالي 3 ايام، الصبح يجي لي بيه وبالليل بيبقى شبه موظفين السكه الحديد. مين ده؟ ده الحاج حسين صاحب المحل. حاج حسين. ايه يا سمير؟ مفيش حاجه يا حاج، الايراد معايا بقالي 3 اسابيع ومش عارف اتلايم عليك. ومستعجل على ايه؟ كنت حاسبني اخر الشهر. طب عايزين بضاعه من المخزن القديم. صليت بينا على النبي يا عم سمير. على الصلاه والسلام. المفتاح عندك في الدرج. خد البضاعة اللي انت عايزها المخزن، بس ما تأخرنيش بقى، أخرتني على العيال. تؤمن بيه يا حاج؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرت الفطار. أنا مش قلت لك لسانك ما يجيش على لساني؟ اللي قدامي دي أنا واحدة ما أعرفهاش. الأمنية اللي أنا أعرفها من أيام الجامعة عمرها ما خبت عليا سر. أنت ما بقيتيش بس تخبي، أنت بتكدبي وتبجحي كمان. يا حازم، ما أنت مش مديني فرصة إن أنا أتكلم. مفيش كلام بيني وبينك قبل ما أعرف الحقيقة.
وبالنسبة بقى إن أنا قلت لك أرجع وما لقيتكيش في البيت وجيت لقيتك، أنا بقى اللي همشي، هروح ليح النيابة وهرجع أخد هدومي وأمشي. حاتم، عملت ايه في القضية اللي معاك؟ انا كان معايا قضية ارض الرحاب يا ريس، والنهاردة اتحكم فيها لصالحنا وخدنا تعويض 200 مليون جنيه. برافو عليك، اصرفي له مكافأة 2000 جنيه. حاضر يا استاذ. وفي قضية جديدة معروضة علينا في مكتب اليونان، بنك جي اس اي اشترى اسهم 3 بنوك تانيين، وعايزين بس حضرتك تشرف على عقود نقل الملكية. نقبل؟ خليهم يقبلوا، القضية دي هتعمل لنا بروباجندا حلوة، بس بلغيهم ان انا مش هقدر اسافر. ماشي، الميعاد اللي جاي بخصوص قضيه تالت الملكي في مكتب وسط البلد. انا لغيت التوكيل، خرجت بره القضيه. تمام، اعتبره حصل يا معالي الباشا. صادر ورد المكالمات بتاع حازم لسه جاي لنا من شركه الاتصالات، عايزك تبص عليه. شكلك ما يطمنش في حاجه ولا ايه؟ بص عليه بنفسك في المكتب يا معالي الباشا. خير يا سيدي. ايه ده؟ استحالة، ازاي ده؟ انا طلعت اذن نيابة للقبض عليه واستدعاء كل الاسامي اللي في الملف العقد. استني تعليمات معالي. طيب يا فريد روح من غير هيصة. تعليماتك، انا اذنك. صدام، هات محمود وتعالوا عندنا مأمورين. غلط، في حاجة غلط.